بنجدد صباحنا على حضراتكم مرة تانية. دايما متعودين كده في صباح قرن بنحاول ننور كده على اكتشافات جديدة وعلى الإبداعات اللي بيقدمها الشباب المصري. دايما شبابنا عنده طاقة للإبداع وطاقة لتقديم ابتكارات جديدة. فريق بحثي من جامعة النيل الأهلية تعاون مع مجموعة كده من العلماء بجامعة نوتنغهام بإنجلترا، توصلوا لاختراع جديد. الاختراع ده متعلق بصناعة الأكياس البلاستيك المستخدمة في حفظ المواد الغذائية والمأكولات من القشريات أو من قشور الجمبري. إزاي أصنع البلاستيك أو الأكياس الخاصة بالبلاستيك؟ طبعا تفاصيل كتيرة هنعرفها مع الأستاذة الدكتورة إيرين سامي فهيم، هي أستاذ مساعد في قسم الهندسة والإدارة الصناعية والخدمية بجامعة النيل الأهلية. منورانا مشرفانا. صباح الفل يا دكتوره. صباح النور. ايه الاختراعات الهايله دي؟ دكتوره ايرين اهلا بيكي. اهلا. واسمحوا لي انا مش عارفه امسك نفسي من الضحك من ساعه الفاصل، يعني انا كل تفكيري في قشر الجمبري انه بيتعمل بيه الشرب. شرب الجمبري. فمش قادره اتخيل ان هو يدخل في اختراع. قولي لنا بقى ايه الموضوع؟ هي الحقيقه الفكره ابتدت من وقت ما انا كنت في رساله الماجستير والدكتوراه. كنا بنحاول نستخرج يعني ماده طبيعيه من القشور، هي ممكن تكون قشر جمبري واي قشريات، استاكوزا اي السمك. فعلى اساس ان يعني نسبه الويست المخلفات هي دي اللي احنا مهتمين نتخلص ونحولها لحاجه مفيده. يعني ابتديت اعمل ابحاث. فكره استخراج يعني الماده دي الطبيعيه، البوليمر الطبيعي من الجمبري. اسمها الماده فعلا؟ اسمها كايتوزان. دي موجوده جوه في اي قشريات يعني؟ اي قشريات. دي يعني ماده متعارف عليها. دي بتنزل في الشوربه واحنا بنشربها ولا مالهاش دعوه؟ في بلاستيك بنشربه مع شوربه الجمبري يعني؟ لا يعني يعني استخراج الماده دي موجود ومتعارف عليه عالميا. هي الابتكار هنا ان احنا بنحاول نزود مواد اخرى طبيعيه على المادة دي لصنع أكياس بلاستيك. فإحنا مركزين في تطبيق واحد هو صنع الأكياس البلاستيك. في خواص معينة بنهتم بيها. إزاي نحسنها؟ لأن المادة دي بطبيعتها يعني الخواص بتاعتها ضعيفة، فبنحسنها بإضافة مواد أخرى. ده الجزء اللي هو الانوفيشن أو الابتكار اللي إحنا بنعمله. الابتكار الجديد. بالضبط. إن هو يوافق مجموعة خواص إحنا عايزينها في كيس البلاستيك أو كيس لحفظ الأكل لمدة أطول. طب وصلنا لغاية فين بقى في التجربة دي؟ احنا بقالنا 6 شهور ابتدينا المشروع. هو مشروع يعني مشترك بحثي ما بين جامعة نوتنغهام. فالجانب الانجليزي في دكتورة جت من 6 شهور هنا، قعدنا يعني اتفقنا على البروتوكول اللي هنمشي بيه. المشروع مدته 2 سنين. عملنا اتفاقيات مع وزارة الصناعة، عندهم مركز اسمه مركز التكنولوجيا والابتكار. الحقيقة بيمدونا بمعلومات مهمة، بنطلب منهم بيانات عن الصادرات مثلا للجمبري، على اساس ان احنا ابتدينا دراسه بالجزء ده من قشريات. فبيمدونا الحقيقه بمعلومات. معنا الصوره دلوقتي على الهواء، ممكن تقول لنا دي؟ ده الفريق البحثي. احنا عندنا 3 طلبه من جامعه النيل. واحد مسؤول عن عمل فيزابيليتي ستادي، دراسه جدوى لحساب معدلات القشريات من المخلفات. والبنتين بيشتغلوا على العمليه اللي هي التحويل الكيميائي للماده. بس الجمبري غالي يعني. الجمبري يعني اكياس البلاستيك اللي تطلع من قشر الجمبري دي هتبقى ثمينه يعني حاجه. انا ماسك كيس بلاستيك من قشر الجمبري، دي حاجه غاليه قوي. طيب نروح بس مع حضرتك دلوقتي، عايز اعرف اي ابتكار او اي اكتشاف قيمته في تطبيقه ازاي، يبقى تو ابلاي يعني يطبق ازاي، ايه العائد الاقتصادي بتاعه؟ فالفكره دي ايه العائد اللي هيرجع لنا احنا في اقتصاد مصري من يعني استخراج هذه الماده من القشريات واستخدامها في اكياس البلاستيك؟ ايه العوائد اللي ممكن ترجع؟ هو في احصائيات عالميه بتقول ان الشخص الواحد بيستعمل 1 تريليون كيس في السنه. التريليون كيس ده يا نهار ابيض. 1000 مليار؟ لا ده معقول. 1000 مليار؟ هي يعني دي احصائيات بتقول ان الشخص يعني الشخص مش طبيعي ده. استخدام الشخص 500 كيس، لكن المعدل نفسه هو تريليون في العالم. بس الشخص بيستخدم 500 كيس. فالفكره ان الاكياس دي معموله من مواد صناعيه، بلاستيك صناعي، فكل ده غير قابل للتحلل. وفي نفس الوقت
لما يعني بتتكون نسبة القمامة بتبقى مشكلة كبيرة. طبعا. احنا عندنا هنا في مصر 65% بس من القمامة بيعاد تدويرها، ال 35 التانيين بيترموا في الشارع. فاحنا بنحاول دلوقتي يعني فكرة السستينبل ديفلوبمنت او التنمية المستدامة. أيوة. ان احنا نحول كل القمامة لحاجات مفيدة. يعني العائد هو ان احنا هنتخلص من نسبة القمامة دي. تمام. باستخدام لحاجة أهم. التكلفة بتاعت الكيس، احنا حاليا بنعمل دراسة جدوى للتكلفة لأن احنا دلوقتي في مرحلة النموذج البروتوتايب، طلعنا بس بروتوتايب. الجزء الفابريكيشن أو التصنيع بيتعمل في جامعة النيل بأجهزة احنا عندنا يعني ممول من الجانب المصري، هو صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية. بنجيب الأجهزة اللي هنستعملها في عملية التصنيع. وبعد كده بنبتدي الفريق البحثي بيسافر لجامعة نوتنغهام وبيعمل مجموعة من التجارب هناك. هم عندهم معمل كبير فود ساينس يعني للتجارب بتاعت حفظ الأكل، فدي معظم التجارب هتتعمل في جامعة نوتنغهام. خلال 6 شهور كمان برضو الدكتورة اللي هي من الجانب البريطاني هتيجي تزورنا. هو في نفس الوقت شغالين، يعني في نفس الوقت انتوا شغالين فيه هنا هم شغالين برضو من ناحية تانية. هم الحقيقة الجزء الأولاني من مشروع التصنيع بيتعمل بس في جامعة النيل. جامعة النيل يعني. طب جزء التجارب هو اللي هيتعمل فيه جزء منه في نوتنغهام وجزء هنا. عندنا اتفاقيات مع كذا جهة بحثية الحقيقة برضو بيساعدونا جدا، مركز قومي للبحوث بنعمل عنده مجموعة من التجارب. بنهتم قوي ان احنا يعني كل فترة نعمل تبادل للنتائج مع جامعة نوتنغهام. هنعمل مؤتمر في جامعة النيل هنعرض فيه بعض النتائج وهنحاول ان احنا يعني نزود التوعية بتاعت الشعب المصري. الحقيقة مصر دلوقتي بتهتم قوي بالريسيرش اند ديفلوبمنت، التطور والبحث، ودي حاجة فعلا بتشجعنا. ويعني نفسي اقول لكل الباحثين ان يعني ان دي فرصة كويسة ان هم يحاولوا. الفكرة بتبتدي بحاجة بسيطة وبعدين بنفضل نطور نطور. والحقيقة في هنا طب قول لنا بقى ايه الدخل بتاع النانو تكنولوجي في الموضوع؟ المركبات اللي هي الجزيئات النانو هي دي اللي هيتم اضافتها على المادة اللي بتستخرج من القشريات. زي ما قلت لان المادة دي خواصها ضعيفة فبالتالي محتاجين نحسنها. وبنهتم بخواص معينة للابلكيشن بتاعنا اللي هو التطبيق اللي احنا طيب انا بعمل مشروع ببقى عايزة منه عائد اقتصادي اكيد، يعني طبعا انا اتخلص من القمامه دي حاجه مهمه جدا بس لازم عندي يبقى عائد اقتصادي، يبقى عندي دراسه. شايفه ان ممكن بعد كل الدراسات دي، ولسه محمد كان بيقول كمان الجمبري غالي يعني حتى لو قشره بس برضه غالي، ان ده هيطلع ارخص من الكيس العادي اللي احنا بنشوفه يعني، ولا هيبقى مرتفع التكاليف جدا؟ هو طبعا في البدايه اول حاجه بتبقى اغلى شويه بعدين لما بيبتدي الماس برودكشن، عشان كده انا بدعو رجال الصناعه بالظبط، انا بدعو يعني رجال الصناعه ان احنا نحاول نتعاون. والحقيقه وزاره الصناعه بتقوم بدور مهم جدا في الجزئيه دي، ان احنا نشوف ايه المشاكل اللي بتقابل التغليف دلوقتي. لان فكره التغليف احنا برضو مش عارفين نصدر قوي بسبب ان درجات الحراره المختلفه، هو ده اللي احنا بنحاول نتعامل معاه في تحسين التغليف. طب وكمان في الجانب الصحي، يعني الاكياس دي هتبقى اكثر صحيه للمواد الداخله في الاكياس البلاستيك. هي الاكياس كمان دي المفروض ان هي مضاده للبكتيريا، ده اللي احنا بنشتغل عليه دلوقتي. مضاده للبكتيريا اوكي. فالفكره بقى الاساسيه كمان ان يعني المفروض نهتم قوي لو حد مثلا عنده حساسيه، يعني احنا بنعمل تجارب للالرجي من الجمبري عشان ما ينفعش يعني نعمل حاجه لازم نبقى دارسينها. الكيس لا انا عندي حساسيه من الجمبري مش عايزه الكيس ده. طب عايز طمنيني بقى، يعني احنا انتوا بتقولوا ان انتوا تدرسوا الاول تشوفوا نسبه القشريات اللي بتطلع عندنا في النفايات طلعت قد ايه بس عشان نطمن الشعب المصري بياكلوا جمبري قد ايه؟ هو حوالي 38 الف طن في السنه، ده ويست بتاع القشريات الجمبري. لا الجمبري فقط يعني 38 الف فطن ما شاء الله. طبعا نسبه تحول الماده دي من القشر ما بتبقى، يعني احنا بنحاول دلوقتي نحسن الكفاءه بتاعه تحويل القشر الى هذه الماده. طيب قلت لنا من شويه انه الجانب في جامعه نوتنغهام في بريطانيا هو الجانب اللي هتعملوا فيه التجارب خلاص بالظبط. وهنا عايز اتكلم بقى في نقطه، جامعه النيل احنا عندنا معامل متميزه جدا، عندنا عقول وكوادر ممتازه، عندنا بنيه تحتيه برضو كويسه فيما يتعلق بالمعامل، فطمنينا بقى هنا يعني الـ احنا محتاجين اكتر معامل خارجيه الخبره بتاعت بره، ولا لانه ده السؤال اللي بيساله دايما في للطلبه او البحث العلمي دايما في مصر، انه يقول لك انا عندي افكار كتيره جدا لكن في مصر مش متوفره لي المعامل، عشان كده تلاقي
البعض كده يقول لك كلمة أنا ما بحبهاش، يعني إن إحنا بيئة طاردة للعلم، وممكن في جزء كبير من الحقيقة للكلمة دي أو التعبير ده، إنه أنا لو أتيح ليا معمل زي دكتور زويل مثلا مكان هناك هعمل التجارب بتاعتي، ده مش موجود في مصر. فطمنينا كده إحنا عندنا قد إيه ممكن يساعد في الجانب العملي. هو الحقيقه في يعني في تجارب، يعني المركز القومي للبحوث عنده مجموعه اجهزه للتجارب وحاليا احنا بنستعملها. فالفكره ان في بس بعض الاجهزه غاليه الثمن هي اللي ممكن هنحتاج يعني نستعملها في نوتنجهام، بس مثلا مركز البحوث الزراعيه في مصر برده موجود وممكن نعمل فيه تجارب بالنسبه لجزء حفظ الاكل. فلا الحقيقه ده يعني مفهوم خاطئ شويه مش موجود. لا يعني انا عملت رساله الماجستير والدكتوراه في مصر والحقيقه ما قابلتنيش في مصر او ما قابلتنيش اي عوائق يعني في جزء التجارب ده. هو يعني الواحد مهم يجتهد وبيوصل في الاخر. ايوه قولي الجمله دي تانية عشان ما سمعتهاش، بس انا بعلق في حتة. المهم يعني احنا بقالنا وقت كتير شغالين، يعني الفكره دي من 2014 بقى وعمالين نطورها وبنحاول نحسن وكل حاجه بتتبني على حاجه تانية. هو ده فكره البحث التراكميه. وكنا ان مصر يعني ابتدى يبقى ليها دور في نشر العلم في العالم كله، دي طبعا حاجه احنا بنفتخر بيها كمصريين. الجمله تاني مش عارفه ليه، يعني جمله من شابه بلاش انا عشان الناس ما بتقولي انت بتأفوري، لكن جمله الواحد يجتهد عشان ايه هيحصل له ايه بعد كده؟ عشان فعلا هيلاقي نتيجه الاجتهاد. طبعا مش كلامي خالص. بالجهات المتعاونه انت قلتي جامعه النيل هنا وفي بقى يعني ممكن نقول مؤسسات خاصه بتدعمكم، الموضوع تكلفته كمان هنا ده سؤال مهم، هل التكلفه الإجراء التجارب المعملية دي محتاج تكلفة كتير ولا؟ الحقيقة يعني احنا عندنا الممول اللي هو الفند اللي احنا واخدينه من صندوق العلوم، عندنا كل 6 شهور ممكن نطلب أجهزة، وعندنا كمان جزء معين من الفلوس دي للسفر وتبادل الخبرات، وعندنا جزء منها ان احنا ممكن نعمل يعني مؤتمر في جامعة النيل. فالبادجت اللي عندنا الحقيقة بتتيح ان احنا نعمل كل الاكتيفيتيز المطلوبة لنجاح هذا المشروع. طيب احنا مره تانية بنشكرك الحقيقه، اسعدتينا وافدتينا، وكل مره بيبقى معانا مثال للشباب يفرح، شباب بيشتغل بجد، شباب بيفكر، شباب بيبص لبكره، مش طول النهار والليل باصص لورا يقول ده حصل اصل عمله اصل مش عارفه مين طلع اصل مين دخل. لا دي شباب بيشتغل بجد عشان بلده وعلشان نفسه في الاول وفي الاخر. جزيل الشكر طبعا دكتوره ايرين سامي فهيم، استاذ مساعد في قسم الهندسه والاداره الصناعيه والخدميه بجامعه النيل الاهلاويه. بشكرك شكرا جزيلا، شرفتينا ونورتينا واديتينا طاقه كده ايجابيه مفعمه بالامل في نهايه الحلقه. ان شاء الله الابتكار ده نشوفه قريب جدا على النور كده، ونشوف اكياس بلاستيك موجوده من القشريه. وصلنا لنهايه حلقتنا، نشوفكم بكره حلقه جديده.